بعد أكثر من 80 يوما على بدء معركة تحرير الموصل، توغلت القوات الأمنية كثيرا داخل الأحياء الشرقية وحررت معظم مناطق الساحل الأيسر وسط انهيار كبير في صفوف تنظيم داعش، نظرا لتزايد خساراته وهروب كثير من مقاتليه في الفترة الأخيرة من الموصل. لؤي أمين والتفاصيل في التقرير التالي. معارك طاحنة وحرب شوارع تخوضها القوات العراقية لتحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش. وبعد أكثر من شهرين على انطلاق عمليات التحرير، أزيلت معظم العوائق أمام تقدم القوات العراقية وسط انهيار كبير في صفوف داعش. القوات الأمنية جاي تقدم والشرطة الاتحادية وداعش جاي ينهزمون وما جاي يواجهون، وأغلبهم انهزموا، وإن شاء الله نهاية الجانب الأيسر بأقرب وقت ممكن. كثير من مقاتلي التنظيم تركوا السلاح وفروا من أرض المعركة لفقدانهم الإيمان بقضيته، بعد أن وجدوا أن انتهاكات التنظيم بحق المدنيين تنافي تعاليم الإسلام. هذا اللي بيوت الله يجمع على رؤوس، الله يجمع على رؤوس الشعب. الدواعش مثل ما أنتم شفتوا قبل شوية يمنا بالطيارات المسيرة، إنه ما بقوا منهم إلا القليل إن شاء الله، لأنه القضية اللي أجوا هم عليها قضية هي خطأ، والناس اللي صارت وياهم تضح لهم هذا الشيء خطأ، إنه لأنه من أساليب القتل اللي قاموا يمارسوها مع المدنيين اللي جوا، اللي ما يتعاون وياهم يقتلوه. والعناصر داعش فقدت الثقة بالقادة مالتهم، يعني فقدوا الثقة، لذا يعني اللي ينهزم واللي يطلع على الساحل الأيسر واللي يطلع على طريق الرقة سوريا. فقدان التنظيم زمام الأمور في الموصل وخساراته المتتالية دفعت بكثير من مقاتليه إلى ترك المدينة والهرب منها باتجاه الصحراء الغربية أو سوريا، مما أدى إلى تناقص أعدادهم بشكل ملحوظ، حتى باتت القوات الأمنية تقتحم أحياء الموصل خلال وقت قصير. وإحنا جايين نشاهد هذه يوميا، كثير من عندهم يوميا نشاهده يشردون ويتركون مواضعهم وامكنتهم بسبب فقدان الثقة بهم وقادتهم، وإن شاء الله ما بقى شيء وناخذ الموصل. يعرفون بأن الموصل خلاص انتهت، ما القوات الأمنية وصلتها وراح تحررها كلها بعون إن شاء الله. فوليش جاي يبقى؟ يقول لك أنا أشرد، لأن هم مسكين ما يريدون يموتون، ما عندهم عقيدة. يبدو أن اقتحام الموصل من محاور عدة والتقدم السريع للقوات الأمنية لم يترك خيارا لمسلحي داعش سوى الهرب من الموت في حال بقائهم في المدينة. من داخل حي السلام في الموصل، لؤي أمين، أخبار الآن.